نحن اليوم في حضرة ألوية، لسنا في حضرة كتاب، ولسنا في حضرة ربما شق آخر من معرض الشارقة، ولكن نحن اليوم في حضرة ألوية. أنا ما أود أن أشير إليه أن اليوم في عملية التباين في ارتكاب أو التباين في عدد الجرائم اللي ترتكب، ونحن يمكن أني ذكرت في بداية حديثي أن دائما الخطأ البشري أحد الأسباب المهمة في ارتكاب القضية، وخاصة أن هناك تعامل وقلة الثقافة الأمنية الخاصة بالأشخاص بالمجني عليه هي سبب في ارتكاب الجريمة. يمكن لأي شخص يتعرض للأذى من خلال التواصل الاجتماعي أو حتى الجرائم الإلكترونية باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الذكية.